خزيانا ما يقرب كل حبه ويقارب الدفق نموخ وبغض حلقة خلتا من خرزوخ وشاوعايا قونا من أثري هل بد تغدي كيذوتن هذه سامة من خرزة قونا كاوينا رخك ما برصوب اكمحك اللي شولاني وبالخان بالخانة دي هل بد اديو ووغ قيبت بغض عيادة هل بد تفقتن اديو بتهوية امد اسيا طبيب و لك ما حكيان كبيرة بشوق النوخن أم الدكتور عودي شو تدميذ إجيانح بش كبيرة طلوخو دمرخو بشينا دكتور أهلا وسهلا بشينا قانوخن شكرا لقناة أشتار داي لقاء وأنا دكتور عوديش يوحنا عوديش خريج 1992-93 جامعة الموصل اختصاص 2000 جامعة دهوك دبلوم عالي زميل الجمعية العراقية لأمراض الجهاز الهضمي اختصاص جراحة عامة زميل الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي والتنظير الداخلي زميل أطباء الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي وزميل كلية جراحين الأمريكية. يا بشينا بكاوغ دكتور هل بت ديوب إيلان تهاويلان آذي تفقتها أن نقيثها لا ينكم رخ مهمي له بأن تهاويثن خأقرتا لو خمملة تخازيل ديوب كل انفرجانة لأن ديوب كيدخ وبعياش الغذاء أرى وأرى ولا مليثة كل من دي يعني إيثناش كريه ينمري وإيثن أشكالي لي فأدي يوم قبيلا يتوخ المخ وتهاويلا نغذى اتفقته أو لقاء ادمحكخ بحس مهنة ديوخ وخليصة من جامعة الموصل بتصوبة موصل واوا تشئية من تشئية لتها غذى أرخي رختيلة أربش تقريبا أربشنة ثلاثي وأربشنة ثلاثة أربشنة نحكي لن البداية كدم خرج لخ دي خوذ لخ ممارسة مهنة كطبيب جراح طبعا أنا مخميري خريج موصل 92-93 طبعا أي ظروف لويرند بين العراق وبين كردستان كبيرة لويرند وأنا بحكم مو بيفي أخا بدوهك بيوا لثوالي تاي السكن موصل يعني اللي بواني معينين وقو معيني قو بغداد همينا بس تاي السكن لثوالي فثيلي قمشو قلنا وثيلي معيني أخا قو كردستان بداية ديان إقامة دورية قو مستشفى أزادي بدو منا بعدين قرى ورياب زلي زاخو بعدين ثيلي إقامة قدمة جراحة عامة تريشني وبلقي بعدين زلي دراسات ماستر دبلوم عالي بدهوك تريشن نيوبالجي ومن شيت تري ألبي وخاهل ده اختصاصي من جراحة عامة وتنظير داخلي التنظير الداخلي والجراحة العامة جراحة عامة كجوب دي شولة دي جراحة لي وتنظير داخلي بالممارسة وبالتدريب دورات كبيرة براي ونويذا ونبيشة اختصاص بالتنظير الداخلي تنظير داخلي ميلا تنظير داخلي تنظير جهاز الهضمي عادة تنظير المعدة قولون قنوات صفراوية إبا خبالة تشخيصي خبالة علاجي وجراحة عامة جي مخكذو جراحة عامة جراحة كل من دي ما يتعلق من 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 غدة إلى أمعاء وقولون ومعدة وثدي وفتوقات وكل من جراحة عامة. زين دكتور ما قصدت بأنه العلاجي والتشخيصي. والتشخيصي يعني آتي مريض قم شدريلي طالق أتي مثلا ألم قو معدة أو قو قولون أو أتي أعراض مزدئانة مثلا أتي نزيف داخلي أو أتي وزن دي حنخيثة بودتي بودت تنظير داخلي مشخصة مرض دي هاي تشخيصي لي علاجي ميلي مثلا
ودلخ تنظير وغزيلخ مشكلة إيبخ مع الجتب ناظور بدون أي جراحة. مثلا زيادات لحمية دها كبيرة مهملة، أي زيادات لحمية يمري لي بري كانسرس يعني قبل بيش مرض خبيث، فأي مع الجتب شغلتي بدون أي مشاكل بالتنظير وشو مشاكل لث ويعني مستقبل داي زيادات لحمية احتمال لم شخصت ولا ولم علجت ولا بيشاو مرض خبيث تمريض كل محول الأورام يعني كبيش بالشبه حتى مثلا قنوات صفراوية كيبقوا قنوات صفراوية قمايا بثخي ولا كاست مريض مشيلي وقا واحد ثلاثة ساعي أربع ساعي مبقي ولا كيبي وربطي ولا قناة صفراوية بتأمع ده لا التنخمين دي يمري لي قسطرة القنوات الصفراوية بالناظور بدون أي فتح بدون أي جراحة بأودة ناظور قنوات صفراوية بثخت قناة صفراوية منظيفتة كل لك مطولة نص ساعة إلى 45 دقيقة بدون فتح وبدون أي يعني بدون تدخل جراحي بدون تدخل جراحي بس تنظير داخلي. زين حسب الحالة مثلا حالة أنكم مطلبة مثلا هوية بس تشخيص بالناظور مثلا أو علاج بالناظور أو مثلا قاقاثة حالك مطلبة بأنه لازم هار تدخل جراحي قاوح إيثن خلق محالات مش شخصية بغير من دي ومش أدري له طالما علاج مثلا أي كيبيك وقنوات صفراوية عادة رنين شخص لي وأخني مع الجخلة قماية حتى تشخيص بناظوره بس ده لا ولم طورته رنين إيثن رنين شخص له من دي ليلة تداخلي شخصية باثي مريض بامرت كيبيك وقنوات صفراوية كبخودت أي ناظور ومع الجد أي من دي تشخيص لا تشخيص باثي التعراض غير مشخصة مثلا ألم إلي وزن دي حمخيفة كبيلة تنظير تخازق سبب ميلي الخزيلة خلال ناظور كبيلة معالوجة مثلا التنزيف والتزيادة لحمية أو جيوب داخل القولون كبيلة مكلوية نزيف من دي طبعا بشكلة رأيت مريض همينة نشوات مريض الموفق لي أكثرية موافقي الإجراء دي بودخ ما يتطلب من الحالة بودخ لقو نفس السيشن يعني نفس الحالة بودخ تشخيص بودخ علاج يعني كبيشن بتروي بخوق التشخيص وعلاج إيثن حالات أباوي أصلا مشخص مع الجخلة إيثن حالات لا بس قبل التشخيص إيث حالات مشخص أخلا مع الجخلة يعني كل حالات إيثن كل حالات دكتور دائما كخازخ يعني خبرناشا يعني كقوية جبارة كمرخلة بس كنت كيف مرة له كبايش غير برناشا يعني إما مثلا نفسيا نكضاعف أو تخملت يعني خازخ كبيرة من مرضى بأنه إن مرة لغددوا كي تخملتي كيزة بشرحوا قبي أنه مندي سيئي أو مندي ليل طاوة فديخكم عملت مد آدخ حالات طبعا من خبرة ديا سنوات خبرة ديا التن تقريبا ترين نوع من المرضى مرضى بعثيلق يعني شخصية دي قوي ثيلة و يعني لك زادي مشو من دي من دي أمرتي موري لك زادي إذن مرضى لتي شو من دي مجرد أعراض بسيطة بزادي مفكر بأصعب شيء فأتي لازم عملت تروثني لا كبيرة ناشا أندر استيميت يمري لا يعني لا كبيرة يعني قللت أهمية دي ولا كبيرة معلتة مثلا بعث مريض اتي ورم مثلا وتغزال لي بأمر الدكتور لي بتشو من دي هيدي بأمرتي تغ مشكلة وكبوخ محل أخلا وكبوخ شخص أخلا بعث خاء لي بتشو من دي بس والإزداء كبيرة أي بأمرتي هيدي بتتمنح بأمرتي إن شاء الله لي بخشو من دي بودو خاك ما فحوصات طالوغ قول فحوصات بنروح الحمد لله شو مدي للتوخ مخ أمرا فطبيعة إنسان فرق إلى هاي أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إلي فلازم عملت من تروي نوعي أهم شيء لازم ناشمش مئله تلاشى قلب سهولة مثلا أي أمروخ لي وسواس كبيرة أي لازم مشمت اللح رندا أجد مشمت اللح مش أقلها بأهمية وبالأخير بمرتي مثلا ودلق فحوصات كل من دي اللي بخشو من دي
باش مرتاح لمية بالمية، بس على 80-90% باش مرتاح. كنت كاويثن حالات عسقة أو صعبة كمرخلة ودغد دهات خيروخ بأنه أورام كاويثن جاجا دائما مريض، يعني كودوتو مفاتحة مريض بأنه التخورم لو هيدي هيدي، يعني كمرخلة مثلا جلسة بصر جلسة وما قد مطي المريض خور أخا. مجتمع فرقي من المجتمع، يعني مجتمع ديا عادة أهل المريض أنا لا تحكم بالمريض، عادة أمريلا لا أمر التيم ميلة تشخيص دي، يعني قبل مثلا أود الناظور أو أود الخمندي فحص دكتور ما تنافق لا مر طالع. فآتي بيش بين ترين مشكلة، يعني بأمرتي لو لقى أمرتي لا أمرتي مي باري ولا أمرتي مي بأمر. فعادة ببروخ لهم عائلة ديه وهيدي دي مريض يجي متخمن وفهم موضوع ميلي، لأن أي بين شدرت الكيموثيرابي أو كيمياوي أو كذا ميلا، بس خيك ما من اللي ما بقي لك أنا إنه كذا أي من دي مغش ميلا يعني إيه مغش ميلا يعني خيك ما لا خيك ما مرضى شخصية دي قوية بأمري مورا كل من دي كبخ يذوق التي مشاكل كبه محليلة لأن مرضية مثلا درجة الرابعة له، ويعني كبيلة وقت قليلتا علاج لا سامح الله احتمال باري اللي حخام دي، فكبه التي مشاكل اجتماعية كبه محللة. فيعني دائما النشواثة كمري بأنه لا لقبخ دي هذه، بس كطبيب وكمهنة ديه بأنه من واجب دي حيل دمبالغ المريض، مفروض يعني لازم مفروض يذي مفروض مريض يذي مفروض يذي، بس جيبا يعني مجتمع ديا كبيرة من نشواث مريض أمري لا أمرت. دكتور بزانا كدوم خرج له بتشقية وكدوم عينه وثيله آخر دهوك بتشقية دهوك، يعني خشوا مذي توا بزر توا ولا واو دغديق بغزايا ثم طورانو ثدي لبريثا قاوح اديو اثوى اطباء نفس الاختصاص ديو بوقتها ده خاصة بدارغ البصرة التسعينات مقتمينا مثلا اخا اخني مقيميني وخي مروخ موتان تدرج طبي اخني قول طب مقيم دوري له قرى ورياق مقيم اقدمي له واختصاصي له انا حالات، فاخني اقامة دورية قول كل دهوك وخكمة من أنزاوة لإزاء خوشي كل دوك تقريبا 17 أخوة 17 مقيم دوري كبيرة قليل لده ده كل شيء تتخرج بس جامعة دوك 201 150 إلى 201 أخني 17 مرخيش أخوة لكل دوك وإثوالا إزاء خوشي زاوة لإتري كتيرخة كتيرخة وحميات إثوالا مستشفى حميات وطوارئ جي مركز خافر فكل مرخيش أخوة لها، بس عدد دوك مختمرة خاتي كبيرة قليلة عندها تقريبا احتمال 1.5 مليون أيقى تقريبا 400,000 ويوه. صح. بالنسبة للاختصاص أي مستشفى أزادي هر أمروخ لك ودبينا ده بزال أخلطك في السيارات أيقى كل ساحة أزادي أربع سيارات ثلاث ولاي أطباء ولاي سيارات أنا جي اختصاصيين أربع خمسة سيارات بس كل كل مستشفى ده غير شكلي ده سي مستشفى أزادي غزاي دكتور نص ساعة لك غزاي تاخذ دكتور. صح. دكتور تخيره بأنه بتشقية يعني إشوا سرخة وتنوب إشوا لأخن آخر مين رأيه من آني دي لم خروج ده دي لم باقة من كليات، يعني إني لم عيون أو اللي لم عيون إني لم واضح ممارسة مهنة دي إيثن شخلابة إيثن فرق مثلاً بوقت أخذ وتنو أخته كتدريس جامعي وكدها؟ طبعاً إيثن مديانة إيجابيين بني أجيال خاثي وإيثن مديانة سلبية إيجابيين ميلاي دها كلي طبعاً إنترنت إيثن كبير رقم مساعد لي كبيرة لغة دي كلي أكثرية دي لغة الإنجليزية رندي للمخواثن أخني أثوالا من دي رندا أثوالا حالات كبيرة عدد قليل فبش خاز أخوة كلينيكال حالات سريرية بش خاز أخوة تعامل من مرضى بش أثوالا عدد ديا قليل وده عدد كبير
عدد رابيلة ومرضى بالنسبة وتناسب قليلة طالعة، فلك خازي حالات سريرية كبيرة. بس من ناحية الإيجابية إنه أتي إنترنت وأتي لغة كبيرة رندي وأتي مجال درسي أخني لثوان مجال يعني لثوان دراسات لثوانا جو بغداد ليبو على أنزلنا ده كل دكانة كنت كبي مقادم دراسة الأمريكية الإنجليزية أي دولة يعني كنت مقادم قميثة عملي بش كبيرة وي يعني شو لك قميثة عملي بش كبيرة وي لثوة أجهزة رنين لثوة وقديا إقامة لثوة رنين لثوالا سونر كبير قليل ويوا يعني ده لا لك اثي مريض لك اودي لي عمليه زايده دوديه الا اودي لي سونر اخني خما يعود اخو اعتماد الايذن بس تشخيص سريري تشخيص سريري كله ده لا ده اعتماد الاجهزه مش كبيره من ايذا بزان خق الصلخك ما ناش كلاسيكاي يعني تقميثه امريوا بانه بقم يعني ده أمراض بشفريلة مر بشفريلة ناش بشيلة بيزالة مثلا ليثن علاج دي يعني خفترة مثلا كيزي كماثي قماثة إثوة يعني لثوة إث تكنولوجيا وإث تطور وإن أجهزة بس ناش مع الجيوة بقماثة يعني ناخيوة أي ناش أمر تجاني هذا بس ليلة هذا دها أي لثوة تشخيص مريض ما يثوى تقريبا كبيرة أمراض لثوة تشخيص لثوة لن أجهزة بس ده شخصي لمريض بأمريلة ومايت بس أي جي يثوى مياثة وده جي يثوى مياثة بس ده بش تشخيص إيثن يعني نظر قولون أي لثوة تسعينات لثوة قدوه كل لثوة ده حالات التهاب قولون تقرحي أو رمض قولون أو مشخص يومي كنت أسبوع أربع خمسة مشخصه أي قلت وتشخيص التهاب قولون تقع صح ستايل حياة مبودلة خالتنا شم بودلة أن أمراض مطورة خاصة بس مي هم أي تشخيص لثوة تشخيص قليل ويوه بس مع الزمن أجهزة تكنولوجيا ولا زيادة تشخيص ولا زيادة ولا انباقى مرض بس بالمقابل علاجات ولا علاجات ولا انفاق مقابل يعني يومية خدر مانا إلى انفاق يومية عملية إلى انفاق أن أجهزة تكنولوجيا أن كمبيوترات ناظور بطن عمليات ناظور ده كبيرة مراكز جو علمة يثن علاج بروبوت يعني آتي توتا خسرك متر من مريض وبودت عملية صحيح جيبان ليثن روبوت ده بس يثن مراكز جو أوروبا وتركيا إيثن عايمتي سانا خبا صولو بالدار باصولا دكتور دائما نكشمخ بانه الناظور والتنظير الداخلي فمثلا كدك شمخ لكمر بانه هر ناظوري فمي الفرق او مي الشخلافه بين الناظور والتنظير الداخلي خوش سؤالي اي كبيره ناشئه في بقري نفس السؤال مي لتنظير ومي لناظور اذا الناظور تنظير داخلي اخنا مروخ تنظير جهاز الهضمي له يعني معدة إلى قولون إلى قناة صفراوية إلى مع دقيقة إلى أن تنظيري له ناظور بطن غير مندي لناظور بطن التن تشخيصي وعلاجي بس مي يعني ليلة من خلال جهاز من خلال بطني إلى فتحاتي له فتحات. بطن مورخ كاميرا وبخازخ
اولا كتشخيص وبعدين كعلاج. عاده مطورة اي بثمانينات وهو مطورة ناظورة بطن بس لثورة جو طب تقريبا، يعني بدل ما ودت عمليات مشيلت وقاوي مضاعفات عمليات كلها ده بش عملية بسيطة ورؤية بش رندي وبدون ألم، يعني بقاء جو مستشفى ما بيد جو مستشفى كبيرة خنشيلة، مصاريف كبيرة قليلة، مضاعفات عملية من التهابات من ألم كلها قليلة. فتنظير داخلي يعني ناظور معدة قولون قناة صفراوية وناظور بطن، يعني عادة يستعمل جراحين أو دي الاستعمال، بس تنظير داخلي عادة جماعة باطنية وجراحة أو دي الاستعمال، بس ناظور بطن بس جراحة أو دي الاستعمال، يعني كجراح جراحة عامة هاوي، جراحة النسائية هاوي، كسور هاوي، تمفاصل. زين دائما كم فضلي خاصة بأنه كبير ناش كم فضلي بأنه عمليات هاوي بالناظور، يعني بدل ما تهوي عملية بنج عام مثلا وفتح بطن أو هذا مندي؟ لا خور عملية بناظور وعملية فتح هر تروي بنجيلة الكبر يلا بنج صح، احتمال نص بنجيلة أو خيك ما نوعد بنج يعني هالشراوي مريض بس بنجيلة. بس تميم فضلي دها ولو قليل جدا 1% احتمال باثبة من رخ كلك بن ناظور كبن فتح وليث يا مريض جيبي ولا ميرا مرارش قلب فتح. اولا كجمالية البطن لك زالي لك مباين شو منديك وناظور، كاعلام بعد العمليات قليل جدا مجرد ساعات الي، كما بيدقوا مستشفى اقليلة، ويعني لك بعثر شو جهاز ورؤية تجرح جي بش بس متيلة وبش سهل إلى فأولا مطورة أي من دي، يعني حتى أورام البنكرياس أصعب أورام إلى ولا إيش قال لي بناظور جو خيك ما سنترات جو علمة كبد، يعني أورام كبد ولا إيش قال لي بناظور جو خيك ما سنترات. زين نسبة نجاح يعني 100% لهذه عمليات؟ لا كل عمليات عادة أن عمليات شائعة كبيرة مألوفة 100% بناظور بيش طفيلة من فتح عمينا، بس إذا عمليات مثلا كبيرة خزيت مشكلة من قواي إذا خيك ما عمليات مثلا أورامي لأيقو بانكرياسي لأتخو أقاد لنفاوية لازم خابخة خزيتي وشقلتي، ولو أنا جباري قو ناظور بس أجد يعود لي إحساسنا شبيه يعني معقدة كاوي كيبة تعقيد إيه أني عمليات تعقيد تتاي كبيرة أورام قو بطن تتاي التصاقات عادة اتخذ مع حالات الكبر يا مناظور مثلا أنت عمليات مريض أنت عمليات كبيرة ليبخ أصلا أورد قو بطن قو ناظور لازم فتح اتخ عمليات التيتري أورام ثلاثة اتخ انسداد أمعاء الكبر يا إيثن قلك محالات قليلة اللي قبر بناظور، بس عادنا أكثرية عمليات بناظور بال. دكتور دائما كشمه بأنه يعني ناشمها كشام مجتمع أو واقع مين بأنه كتكاويثن أورام يعني عملية أم دورم لكرهمي أم دغذاذي، يعني بأنه أخنيكم رخك ما زيدال بش كبيرة لثادخ من دي شائع لقبناشي أكيد، بس مي للادخ يعني مريض انت ورم درجة أولى درجة ثانية هاي جراحة كبيرة مفيدة لي، بس لا سمح الله المريض رجع لي ورم دي بس ليلة معنا على مود عملية هاي مرضي هذا خير يعني حميدي وخبيث لا حميد غير من دي لحميد لقراجع عادة الشقلت لقراجع حميد، بس ورم خبيث اتخذها يعني ما قلت دي لم طورع ألم ولا مش خوص اللي بدرجة أولى ولا معالوج اللي بالناظور الداخلي تنظير داخلي ولا إيش قال له وسي روح يعني ماكو رجوع بالمرض درجة أولى ثانية مثلا يبخ شغلات ورم ياوتي كيمياوي ياوتي إشعاع كبيرة مني استجابة دي خمس سنوات يعني
فري اوف مرض، يعني خالي من المرض. إذن مرضى ده أمراض 10 سنوات ده حسب لقوا كتب، لا 5 سنوات. يعني 15 سنوات مثلا مورتاليتي ريت امريل، نسبة الوفاة ورا العملية مثلا 80%، 50%، 60%، رندي الآية ورا ميلي. وإذن عمليات جي يعني كيمياوي ولا نياخ خيك مع أورام الدم ليوكيميا مع ليوكيميا لينفوما أني ولا معلوج اللي ده إذن علاج 100%. دكتور مين إن مشاكل يعني من مهج باري إن مشاكل جو جهاز الهضمي، يعني مخ كيب تغد تخيرخ أو حصو جو مرارة أو مشاكل الجهاز الهضمي مثلا جو معدة جو أمعاء، مين السبب دي بش كبيرة؟ إثمي خلطة ديغ بخالح أو مثلا إيثن من ديان يعني جانبية ولا كنت من دي كنت جهاز كنت عضو مشاكل دي وتي أسباب دي إيثن من دي لتي أسباب بدون سبب إلي التق مثلا بادغ من مريء لا سامح الله أو رامت مريء بادي زيادات لحمية وبيشي ورم وبيشي مرض خبيث إيثن عوامل وراثية كبيرة مهملة وحالات جهاز هضمي جينيتيك كبيرة مهملة بفية استرجاع المريء كبيرة خنخوش غثة شائعة كبيرة وكبيرة شقليلة ببساطة بس أي احتمال على المدى البعيد أو ده مرض خبيث لأن غشاء المخاطط مريء مبادل من نوعية باش نوعية بزلق المعدة قرحات المعدة قماية أمرية من حموضة المعدة لا قبل إسريشني بقلخة بكتيريا سبب دي احدها بكتيريا سبب الرئيسي لأمراض المعدة والاثني عشر قرحات عادة عالجتة بكتيريا بزالة أو مرض بزالة قولون مختمري لخطوخ التهاب أمعاء تقرحي كبيرة أسباب التي بس شكل الحياة شكل إيخال التاشا مؤثرة كبيرة أن معلبات والأكل غير الصحي وفاست فود وأن المعلبات كلها أسباب رئيسية إليه مع عوامل وراثية مع عوامل انفايرومنت يمروخ أجواء مع الإشعاعات ومع كل أن أسباب إليه زيدي كيبي عادة مرارة سبب رئيسي دي كوليسترولية كوليسترول زايد أو التكلسات أو الكيبي ومرارة يعني أخني دائما كمرغ بأنه نظام غذائي إنها وناشأ أو ذلخ نظام غذائي مد شتايد ماي يعني كل طبيب بأي اختصاصتها وكناصح بشتايد ماي كبيرة يعني بأنه كيو التجنب إن أمراض فهل النظام الغذائي وشتايد ماي كبيرة خلال يومه كله كراحق ناشأ من دن من ديان؟ أكيد كلنا متفقين وخمي الأكل الصحي صحيا أحسن يعني تجسمة إنسان أنا أمر أنت مرضى دي أكل نباتي أحسن من أكل الحيواني وأكل الفريش أحسن من أكل المعلب فاست فود ليلة رندا أنا كل مديانك رندلة تمرض أكله ما يب كل حالات رندلة ما عدا خك ما حالات عجز كلي أنا بمر مريض عجز قلب بمر لشات كبيرة ماي إلا ماي بصورة عامة كبيرة رندلة دكتور كل طبيب وبأي مجال بأي اختصاصتها ودائما كاويثن خكمة تحديات يعني من الحالات دي كمواجهة فإيثن آدخ من دي بريا يعني مي لأن تحديات دي تموجهي قو مهنة دي يبقى كطبيب طبعا أنا مختميري طالق تحديات بداية حياتي ينمي ويوا كبخوة درس أخوة ليثن ومجال لثوة دراسة براية لثوة جوازات لثوة دراسات عليا لثوة يعني إثوة طموح بس مع الأسف طموح إثوة يعني خورانا منا نوي دورات ديا كل اختصاص قلة يقامنا نثي الأخة أخني لثوة للمجال ولو شقلا طورا قانا زلا دورات زلا براية كل من دي وذلا دها تحديات ديا ميلي من ناشي باثي ناشي مريض للتثقة بطبيب أخا أول ما بأمره زالي معالجن براي أعطي لكذا مين بأمرت سي باثي مريض فقيرة مثلا
انت حاله مستعصيه لكذا دخي ما في مات حاله دي لي بخودت تشومندي مثلا يعني حاله دي ما يؤوس منها ان تحديات دي يعني تحديات خلني مثلا اجهزه جديده ولا امباقه كبيره ليبن اخني موكب يدغ مواكبه ايمندي يعني اخني كحكومي او برايفت ليبن كل جهاز نابق زونه منه اقرني مثلا مخميري لاخطر روبوت بس جهاز دي تقريبا مليون دولار إليه حتى حكومي لتي لي بيزوني فان تحديات دي ومواجهه اللي جو شولا زين الحالات الصعبه دي لاثي جيبه ومطي لغدا مرحله بانه خلاص يعني بيذد مريلة أو جيبي لابتشو علاج يعني عادة أني حالات مختمرة مثلا محتاجة لدخول مستشفى مدخلة مستشفى خفترة بيوتي مغذي بيوتي خكمة علاجات تالتهابات لمزيدي لمن خشوثة دي أو شدرة تمريض خلنا ذوي الاختصاص مثلا طبيب تغذية بس تغذية دي حاول لها او سايكولوجي سايكاتري من شدرته طبيب نفسيه تم عالج له نفسيا خاصه تم قلل له من مشاكل دي بس ايد كبير من حالات المرضى بانه كنت كم رجعي جبت خطبيب خازه بانه بريل فرق حتى ان بريال مشكله خرته كيما هرجي بده الدكتور هم اللي هو اختصاص لانه معتبر الدكتور علاج نفسي طالع صح اي جيبا تقريبا اخا 50% علاج نفسي له يعني باث مريض بس مشمت له مشاكل دي مشمت له اي كبيره مهمله تمريض دي احتمال جو براي ليل هذا بس جيبا لا 50% مشمت له شاق راحته ما حكيفه امر اعراض دي وبعدين اتي نقشد منه بحاله دي هاي كبيره مهمله 50 خلطة شطاره الطبيبي له وعلاج الطبيبي له وأنا مديان طبي. خشوة نبش لي للعدانة بس تنخبو قارخنا بدن بقرخ له بزانا القصة البيثوثة العائلة. بقميثة بتشئية يعني ميرغ بأنه خاهت وآخا نو هدرة. إيه أنا بيثي بدهوك. دهوك وزوال قارت وقو موصل يعني. إيه. اليوم يالا هرولة بقراية آخا يعني إيه كدي لبخايا تعمل بقراية. فبقى ماذا بش إثوى معوقات بش إثوى مشاكل بش إثوى صعوبة يعني من نقل مواصلات جامعة إزالة إثاية وبيثوثة كبابة ويما ليلة تغدي لدها كل من دي موفور تأيام أكيد أي من دي بأمرنا خمثال إنه أجد صدام على أساس باثي والدهوك أخني عرقلن زلن تشلي واندوكاني ودرن أنا دري زلي صف رابع ونزلي الموصل طبعا عراق كله ومدمرته تقريبا قارخ وقشارة خوثت كهرب ايت بيامريلي عمودة كهرباء قارخ والسعة تريت لافة دا عاد جايديا يالا صرا دقيقة كهرب ولي دزالب ودينا مشاكل زين دكتور كنت كيف حالاتك خيصيله من ناشوثة من خزمان كمرخ قري وقله ديخ كم عملت امي انا عادة جراحة ونويذة نشواثي درجة أولى بس ده لقودن نشواثي درجة أولى لقودن محاولنا يجيب طبيب أو بلخن منه قاي دكتور يعني كبيرة أسبابي لو عوامل نفسية يعني لي بخ بلخة نشواثك ولو يعني احتمال ليلة صحيح بس أنا بقاني لك بلخن نشواثي درجة أولى احتمال امر انت خخوري هاوي لي ثقه بي او بلخو مغذاذي يعني كرخ من لبه من عاطفه لا 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 عاطفه لقبن باري مشاكل مثلا لا سامح الله او من دي يعني بشطفي بس خازن اسهل طريقه واحسن طريقه ومد متابعه دي طبعا اكيد لا حالات جراحيه يعني عمليات جراحيه خاص تنشواثي لقودن بس خوراني ده ايثن بمرنا بوذيلا بدون اي مشاكل توازن بين شولا كمهنه وكبيثوثه كعائله
ما يمنخني اطباء مشكله لها يعني تقريبا يعني بكل الدكان براي تشوله هل عصرته وخلص اخني لا اخني خشك بسباري مختمروخ هل بلقيت يوم جو مستشفى بثت شغلة استراحة أو هاوي لخا مشكلة عمليات مندي أخني جراحين التن عادة عمليات أهلي بلقيت يوم أو بليلي فالهاوي لن عمليات ليبن زني البيت زني العمليات زني عيادة الساعة 8 تشع فحياة دي كلها تقريبا شو ليلة توازن كبيرة بعطل زني برايخك مقاعي زني السفرات يعني جمع عطل رسمية وأنا شو وأخني إعلاميين بمرخ كبخ يوم عطلة شقلخ من وقت وقت لا ليلة عطلة دي عدل دكتور أجرت أو رسالة دي يخت كل خاء دي نفروج حلقة ند إديو دواوة تقريبا متعلق جو برناشة يعني برناشة خايح كيمر بش مهمي لهم كل من دي يعني رسالة دي ميلة كل ناشي أولا الشاعر خا إنسان بخا مندي خا عرض خا مندي مش مراجع طبيب ليلة مشكلة وليلة عيبة ناشا هاوي نخوش ناشا بايش نخوش مراجع الطبيب بقلي خا مندي بغم على الجتب أقرب فرصة ومن وقت اللي تخ خا مشكلة عايم حل لها مشكلة ديوخ ونفسيا بيش البشطو فأحسن مندي متابعة حالة ديوخ الهاوت خازت خا عرض ليلة بلبوخ خا ألم خا مندي مراجع أكيد خير مريا يعني هذه أنا نقيثة لمهم إلى كود برناشة تدم تشايك يعني أو تخطيك مثلا أنه كود اشتيرخ أو كود شاتة ضروري لت بأنه ديادة وبش كبيرة بين ظروف دي خفيات دها قوي ودغدة خير وقب خبينا من إخالن يعني بش كبيرة من حروب دبريلا يا أخات قيبا أن كلها لك يضغ بطر كما شن بينا ما قيل مؤثر اني اشعاعات الا اني مولدات ما قيل مأثور الا اني تلوث البيئه ما قيل مأثور الا فاي كل عوامل الي من هذا خبمروخ امراض زد لي ناشي زد لي وامراض زد لي اكيد دكتور اكيد بختام هذه حلقه اذن خدشنا بد مقلوخ الخمندي بشيطل من قناه عشتار بخيل دمريا عاجب شكرا طبعا. جزيلا شكرا اكيد بختامه بمرق بسمقي انوخ دكم ياوتن من عدانا ديوخ ودكتور عوديشو معروفي لا اخني اديو ثيلا تد مغزخلق او ميذ اخلق لانه التخشمة والتخبصمة ديانوخ دكتور عوديشو كبير ناشي كيذيلة فهل بدي برخ بسمة جيانوخ وقالها موافق لك شولوخ وديتو منوخ وقد ناشي شكرا جزيلا هذا خزيانا ميقلم طيلا ختامد آذي حلقة من خلصوخو قونا من أثري بمنا بسمة جياند أرخن حبيوة دكتور عوديشو بسمة جياند مصور أركان شلامة مني طلوخن أنا إيفا حبيب